يعني مشاهدينا الكرام، مشاهدي صوت بيروت انترناشونال وبيروتي على الفيسبوك، هدوء حذر في هذه المنطقة، في هذه الأحيان، في هذه الأوقات. بعض الاشتباكات العنيفة التي اندلعت صباح اليوم في بين السياح ومنطقة السياح وعن الروماني. في هذه الأثناء، يعني هذا المبنى الذي تعرض لإطلاق النار الكثيف، حيث تظهر الأضرار بشكل واضح، الدمار، معظم الزجاج هو مكسر هنا، كما تعمل الفرق الدفاع المدني على إطفاء حريق قد شب في الطبقة الأولى من هذا المبنى. فإذن كما نشاهد الأضرار في السيارات، في زجاج السيارات، فإذن هذا هو المبنى الذي تندلع فيه النيران في الطبقة الأولى كما نشاهد. هذه النقطة التي كانت تشهد اشتباكات عنيفة نحن الآن متواجدين فيها. كما نشاهد الدمار في المبنى الذي تعرض للقصف ولإطلاق النار الكثيف. فإذن كما نشاهد دكتور الدفاع المدني يتجهز حتى يقوم بإطفاء النيران. فإذن الدفاع المدني وإذن كما نشاهد عملية إطفاء هذا الحريق الذي اندلع في الطبقة الأولى. هذا المبنى
ايضا كما نشاهد فرق الاطفاء في الدفاع المدني تقوم بهذه الاثناء باخماد النيران التي تندلع في الطبقه الاولى في هذا المبنى والتي اندلعت جراء الاشتباكات الحاصله التي حصلت صباح اليوم في هذه المنطقه. فاذا اضرار كثيرة في هذه المنطقة، تحطم كامل للزجاج، كما نشاهد سيارات متضررة وهناك محل متضرر أيضا كما نشاهد أيضا الشرفات المنازل، الزجاج متناثر في كل هذه المنطقة. نريد أن نذكر بأن الاشتباكات هدأت منذ بعض الوقت وقام الجيش اللبناني بالدخول إلى هذه المنطقة. كما نشاهد الجيش منتشر في هذه المنطقة أيضا. الأضرار كما نشاهدها فعلا المكان هو أشبه ساحة حرب، فعلا كانت ساحة حرب صباح اليوم، إطلاق نار كثيف في هذه المنطقة واشتباكات متبادلة. نلاحظ أيضا المنازل المتضررة، آثار الرصاص. لا شك أن كان هناك نزوح كثيف من هذه المنطقة. أيضا نشاهد آثار الرصاص على السيارات. نشاهد هنا أيضا حريق مندلع من جراء إطلاق النار. جميع السيارات هنا متضررة بالرصاص، الزجاج مكسر.